لا حوار. الصيف اللي موجود معانا، انا حبيت الرسمات اللي راسمها داخل السفن، فعلا يعني كان رسمات جميلة. المعون بلهجتنا، وبالتالي أها. الرسمات متنوعة. ترسم بالماي صح؟ صباح أي الخير. صباح النور علينا وعلى العراق والمحيط. اتمنى لك نهار سعيد، أشكرك. حياك الله. الله يسلمك. حياك الله طبعا أهلا وسهلا، أبو علي حياك حسين. الله، الله يخليك. أول بداية طبعا نتمنى حقيقة، منو كان طبعا مشجع لحسين على هذه الموهبة؟ شلون قدرت أنه تنمو هذه الموهبة بداخلك أنت؟ الموهبة الأولى هي كانت أول ما بدأوا يدعموني، اللي أكيد هو الأهل. أي حلو. أي من أنا طفل طبعا، صف ثالث ابتدائي اكتشفت أنه هذا الموضوع عندي، أنه أنا عندي موهبة الفن الرسم. نعم. أي بمرور الأيام والسنين بديت أستمر بالدراسة والرسم، دراسة ورسم، بس وصلت انه وصلت ثالث متوسط، كانت امنيتي طبعا اروح المعهد فنون. كان نفسه هو حسين مايكل. اي شنو مايكل؟ شنو مايكل هذا تقدر تسولف عنه؟ انا لاعب كرة سلة. اها. اي درجة اولى العب، و فلعبة من اللعبات، لعبة نهائية طبعا كانت، صارت حركة اللي اللاعب المشهور مايكل جاردن، اللي هو الافضل باللعب يعني، صارت هاي الحركه والكابتن صح حلوه، نفس الحركه سويتها انت صح حلوه، حسوني مايكل، فانه قدر اي مش شنو هاي الحركه يعني، شلون قدرت انه تنزل الكره بمكان، صارت حركه يعني تقول هي مجرد فكره اراديه يعني، مثل ما راد يعني، هو سوى الحركه وانا جيت كلعبه، انه ما يعني مو مثلا كان بنيتي اقلدها او شيء، بس هي صارت لا اراديه ومشت علي ومشت علي. حلو ما شاء الله، ودخلت في جانب الفن في نفس جانب الاسم الفن، ونعرفتهم بهذا الاسم حسوني مايكل، يعني اللي بالوسط واللي الناس من جيلك واللي يعرفون عملك انه يعرفوك حسن حسوني 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 صارت ثلاثة، تقولنا على واحد حسوني مايكل. حسوني مايكل، انت حاب هذا الاسم؟ اي انا حابه جدا. غير حسوني مايكل ما احد يعرفك بغير؟ ايه يعرفوني باسم حسين فالح فقط. تمام يعني. طيب حقيقة هذا الرسم اللي شفناه طبعا، الرسم بالمي، ترسم بالمي ولا على ارسم بالملح؟ بالملح هي ابتكارات، هاي انا ابتكرتها طبعا، هذا الجديد بالملح الملون، انه هذا فن احترافي طبعا. انه انت ابتكرته؟ ابتكرته انا، هو فن احترافي، انه فكره هم جت من داخلي، صرت مثلا نقول مجنون بهذا الفن، انه قمت باشياء بسيطه اقدر احول اشياء يعني، باشياء بسيطه احولها شيء فن. يعني مو بس استغنيت عن انه بس رسم، طورت هذا الموضوع، قمت بديت انحت على الفواكه، انحت على اشياء مصغره، وطبعا دائما الصدف، انواع الصدف تجيني في فكره الحبات، مثلا حبه الفاصوليا. اي شنو اللي تقدر تعمله بحبات الفاصوليا؟ بالمناسبه تجي بحجمين، حجم الوسط والحجم الصغير اللي الاصغر شيء، السايز الصغير. اي ف يعني قدرت انه انحت الملويه، ملويه السامراء يعني عليها، نحتت شكل سمكه، او هواي امور قدرت انحت عليها، يعني مو تقولين مثلا بس شيء او شكل يعني بدون ملامح، لا انحت الشيء وباداه بسيطه. يعني كمله بملامح كامله. كامله، مو مثلا تقولين عندي مثلا الادوات اللي يستعملوها بالخاصه، لا انا مجرد اقدر باداه بسيطه اقدر احول هذا الشيء. يلا احنا راح نطلب من علي يعني شويه يتحرك. فيعني ما شاء الله يعني هذول اقدر اخذ منهم اني ولا لا؟ اي راح اخذ اليوم شوي النوال، هذا طبعا شوي شخصية هتلر طبعا. انت ما المفروض ترسمني يعني؟ المفروض شوفوا بس كلش حبيت هاي بالدبس وراشي صح؟ ايه وينك حيدر سعد؟ شوف دخلت هنا السيف، لا اي هسه تمام، واهم شيء الفرق مال الشعر يكون تمام. هذه طب هاي شخصيات، هذا كاظم الساهر وام كلثوم. انا اريد كاظم واريد ام كلثوم اخذهم الي. لا اجيب بعد جيفارا وشارلي شابلن. ايش وين المشكلة يعني؟ تريد؟ هذا كاظم، هاي جيفارا،
بس علي ها وينه كاظم ابو وسام جيفارا هذا ما اعرف او هنا انا جيفارا هنا انا ام كلثوم همين اها لا هو مو رقصته بس انه لازم اشوفه عدل هذا طبعا هنا كوكب الشرق يعني بس يعني هنا كوكب الشرق الجميله الكبيره حقيقه ويبس ام كلثوم فن فن جميل هذا طبعا الممثل ان شاء الله بعد غلا اجيب لك بعد شنو هذه انا كنا العراق طبعا معلم بغداد الحبيبه فعلا نعم مين هذا العراق ما اعرف اذا على هذه الكاميرا ما ادري يلا انا بس اشوفهم طبعا اكو رسمات كثيره يعني حقيقه بس احنا اعطيناكم اللي طبعا نقدر. هذا المختصر اللي هي الشخصيات اللي موجوده انت مثلا حقيقه حسين هذا الفن اللي موجود مثلا تقدر تطبقه على الورق ماكو مشكله يعني مثلا على ورق بالفحم وما شاكل مثل باقي الفنانين اكيد بس نقول بغرابه انه انا اختاريت هذا الفن حبيت يعني اكون مدرسه خاصه بهذا الفن حلو شيء مميز بهذا الفن انه انقل صوره العراق على غير انه ماخوذه صوره عن العراق انه قاتل لا انه العراق مو فقط هاي ترى اكو مبدعين واكو مواهب كثيره من ناحيه النحاتين اكو المصممين الفنانين بكافة أنواع الفن بس للأسف أن الصورة مأخوذة غير بس إن شاء الله ولكن إن شاء الله يعرف تصحح هذه الصورة إن شاء الله وأني أنا شخص من أعداد ملايين نقول أنه اللي بالعراق مبدعين وموهوبين وإن شاء الله أتمنى يعني من كافة شخص موهوب أنه خلي يظهر موهبته حصلت مثلا هنالك مثلا حسين دعم لحضرتك مثلا اذا كان دعم حبيت. معنوي لاجراء مثلا معارض او ربما دعم. مشاركه محليه وربما مشاركه دوليه عربيه تلقيت من بعض المهرجانات بس للاسف كانت عندي كانت ظروف انه ما قدرت ادخل محلية. وان شاء الله عندي راح ابدي باتفاق يعني بانه راح اسوي معارض ان شاء الله موفق اشكرك اتفقت الجميع ثلاث معارض ان شاء الله ابدي بهن وبفن متنوع مو بس هذا الفن لان انا قلت لك انا ابتكرت فن يعني هسه عندي فن انا ابتكرته انه فن المي ارسم بالمي ومجرد اللون واحد تظهر شخصيه وبشيء بسيط بالسرنجه نقدر نقول بالسرنجه انا امشي المي اسوي اكون شخصيه بس احط الوان بس مجرد اخط الالوان عليها راح تظهر شخصيات مو بس هذا فقط انه قلت لك الرسم ابتكرت رسم البهارات بداية يعني حلو وقلت لك هذا هسه اللي رسمته فن الملح الملون انه بس هسه هذا بالدبسوراشي هذا بالدبسوراشي ما يصير بس دبس نقول شوي تغيير اللون يمكن انت تحتاجه مو وش اسمه الثباتيه هم تحتاج حتى انه يثبت صح يعني ساندا لحظه حقيقه هو جامد تقريبا جامد يعني. ولمده طويله يعني ظل بس انا حبيت هذه الرسمه همين اللي انت عاملها قدامك كنا العراق لا هو اليوم ما اعرف انا شو هذا زين الدين زيدان مو حيدر سعد زين الدين زيدان المدرب اللي ما خسر تمام. أتمنى لك حقيقة أن الموفقية بكل هذه الرسمات يعني أنا بشكل عام كلها حبيت إذا كانت القيصر إذا كانت أم كلثوم إذا كانت كلنا العراق زيدان زيدان بالمناسبة كنت أتابع قبل يصير مدرب يعني صح فعلا كان طبعا نجم الكرة الفرنسية حسين حقيقة نريد مثلا نتكلم عن المعاناة تمرون بها أنتم المبدعين الفنانين الرسامين النحاتين الشعراء حقيقة أكو هنالك معاناة بالنسبة للشباب شنو معاناتكم اللي دائما ما تكون هي قريبة عليكم لازمتكم اللي دائما ما توقف ربما طموحكم بالنسبة إلي أنه أنا إنسان طموح بالنسبة إلي كأنا إنسان طموح
ما راح توقفنا اي شيء يعني كالشخص. انه نقول المعوقات هاي الاشياء السلبيه انه لا تاثر على فنان او على اي شيء يخص الفن. المعوقات هذين لا تخلي الاشياء السلبيه لا تخلي قدام الفنان انه تخصه. طيب اي بالنسبه لي انا راح قلت لك انه ما راح اقدر اخلي هذا الشيء حاجز بيني وبين المعوقات. ولكن اكو معاناه انه الدعم ما متوفر، بينما بس الدعم المعنوي انا اعتبر هذا الشيء اللي الافضل لي. انا اعتبر الدعم المعنوي والنفسي افضل لي، لان هذا الدعم المعنوي والنفسي هو اللي زيد ابتكاراتي، اللي هو خلاني اتفنن بالفن زايد. طيب انا بدي اسالك، عندك موقع خاص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي او عندي بيج خاص بهذه وبفتره قصيره انه زادت معجبيني كثير، يعني هواي يعني نسبه متابعيك عاليه. اي صارت مناسبه، يعني ترى طبعا قلت ما صار لي تقريبا نص شهر من سويته، ما شاء الله يعني صعدت نسبه المتابعات والتعليقات، انه نقدر نقول اكو بيجات نسبه متابعها مثلا نقول مليون بس كتعليقاتها ماكو، بينما اللي اني قاموا يفتقدوني بالتعليقات وبالمتابعة. طيب انا ردي اسالك، يطلبون منك شخصيات معينه عن ما ترسم مثلا وانت ايضا ترسمها، ولا انه انت مو قادر لربما مو على اتقان كل الشخصيات، ولا لا ترسمها كل بالعكس الشخصيات؟ بالعكس ارسم كل الشخصيات، والاختيار الصعب انه اختاريت هاي الشخصيات البارزه في الشرق في الشرقيات كلها يعني تاريخيه جميله. اختارتهن انه لان شخصيات معروفه وشخصيات الملامح. شو ترسمنا انا وزمن؟ ان شاء الله ترسمون وتجيكم. ان شاء الله. انا اتمنى لك الموفقيه حقيقه. يعني كل هذه الرسمات وسعيده بوجود هذه، لربما راح يكون عندي طلب لك بالايام القادمه، ممكن تنوع لنا برسم نجوم عراقيين ايضا محتاجين انه حقيقه يكونون موجودين مثل ما انا موجودين. يعني حتى خصصت انه هاي الصفحه مالتي تسميتها بتسمية انه سويت حياة للفن، سميتها حياة الفن، انه سويت حياة للفن. الله. اي الله. فانا الله. هذا الشيء قلت لك انا راح اظل استمر بهواي امور. ان شاء الله اتمنى لك الموفقية. اجمل شيء حقيقة، اجمل شيء من يكون انسان عنده طموح رغم المعاناة ورغم مع العلم ترى بعيد عن اختصاصه، يعني ترى طالب تربية رياضية. بعيد عن يلا بس هم رياضة للايدين ورياضة للعقل. ربما الموهبة ما تعرف اختصاصها. ما تعرف اختصاص حقيقة. ان شاء الله انا هم عندي طموح انه ان شاء الله بس اتخرج من التربية الرياضية راح اقدم اكاديمية فنون الجميلة. ان شاء الله. حلو. هي الموهبة تغلب الاكاديمية، بينما الاكاديمية مكملة دراسية فقط. ان شاء الله. ربما طبعا تزيدك حقيقة. اكيد تزيدك. فكرة. بهذا الموضوع جدا انا اشكرك طبعا وشاكر حقيقه وجودك ويانا حسين، وان شاء الله يا رب اشوفك طبعا اجمل مكان ان شاء الله يا ربي.